كاسكيت اخدي كاسكيت ولا لا نفس ها أه؟ السلام عليكم خوتي المغاربة متتابعين شوف تي في، معكم الكوبل ديال أكادير اللي ديجا داز في 2018 في القناة الإلكترونية اللي كنا طلبنا فيها المعاونة لرجلي باش يقاش يخدمه، ومن بعد زنا في شوف تي في. المهم انا غادي نحكي لكم الحكايه ديالي اللي كنت كنعيشها في السيبير. من بعد ما شفت واحد المنشور تاع واحد السيده في الفيسبوك قالت ليهم راه واحد الجروب نظم ليا العصر الاسطوري اللي بغات البنات تدخل لهاد الجروب. مشيت انا يا صيفط لها قلت لها عافاك دخليني لهاد الجروب، ودخلتني وهضرت معاها قلت لها راه حتى انا ما درتش العرس بيتهم يديروا لي عرس، وكنت فرحانه بزاف. قالت لي صافي واخا دخلوني الجروب واتفقوا باش انهم يديروا لي العرس، وداروا ميتينغ هنا في اكادير ومشيت للميتينغ انايا وخليت مهدي في السيبير صافي، واتفقوا باش يديروا لي العرس. وتلاقيت تما مع واحد السيد خدام في القناه الالكترونيه قال لي شوفي الا كنتي كتعيشي في السيبير والوضعيه ديالكم صعيبه ندير معاكم فيديو يتلاح وراه غيتعاونوا معاكم الناس. قلت ليه صافي انا واخا. مشيت انا السيبير قلتها لراجي في الاول ما موافقش، من بعد وافق وجا السيد دار معانا فيديو وتلاح، ومنين تلاح عيطت لي السيده قالت لي اجي عندي ضروري. مشينا عندها وبقاو الناس كيتصلوا بيا بزاف بزاف من كاع المدن من برات المغرب، وكانت هي صافي قلت لها قالت لي راه غيتعاونوا معاك الناس وهكايا صافي. بقاو كيتصلوا بيا واتصل بيا واحد السيد من مول فوقيه راه معروف، وقالوا لي راه حنا واحد الجروب راه غنتساعدوا معاكم، غادي نديروا لكم دويره فين تكمشوا انت وراجلك غادي نعاونكم حتى في الخدمه. قلت ليه صافي واخا. قال لي غتمشيو عند واحد السيد الميرلفت. مشينا عند واحد السيد في ميرلفت عطانا واحد الدار قال لنا ها نتوما تفجوا مع ريوسكم تنساو دوك المعاناه بقاو هنايا كلوا شربوا راه حنا غادي نتعاونوا معاكم صافي. جلسنا في ديك الدار وتواصلت انا مع ديك السيده قلت لها شنو كاين شنو كاين، كنعاود ليها كندير معاها ابي فيديو وريتها الدار وكلشي. قلت لها قال لنا جلسوا هنايا. ومن بعد اتصلت بيا قالت لي شوفي راه بيتك تسلفي ليا شي فلوس ضروري راه محتاجاهم. قلت لها انا دابا راه ما عندي والو، ملي غيكون عندي راه ما غاديش غنعطيك. قالت لي صافي واخا. من بعد شحال عاد اتصلت بيا عاوتاني قالت لي شوفي راه انت راه نصابه انت وراجلك راه غادي نشوهكم غادي نحكم في الفيسبوك وهكا. فعلا قالت لي داك العرس اللي كتحلمي بيه راه ما غاديش يكون وما غاديش ينظموه ليك، ومشات كدير في الفيسبوك اللايفات كتقول لهم هادوك راه باه لاباس عليه راه عنده التاكسيات راه با هو بوليسي راه لاباس عليه غير كينصبو وغير اتفقوا مع ديك القناه الالكترونيه صافي. ونشر داك الشيء وصيفطاتو للليالي ماريو حتى هو، وهو زاد قال لهم راه عطاوها الناس 40 مليون راه عندهم 40 مليون صافي. ومنين تنشر داك الشيء حنا جينا من ميرلفت رجعنا لاكادير ومشينا كرينا انا وياه بديك البركه اللي كانت عندنا ودرنا اي شيء في الريشات خفاف ودخلنا جلسنا في الدار. والناس كيتصلوا بينا بزاف كيقولوا نتوما نصابه، كاين اللي كيتصل كيعاير كل واحد شنو التليفون ما كيسكتش وميساجات بزاف. كنخرج كيبداو يشوفوا فيا الناس، كاين اللي كيجي يسولني كاين اللي كل واحد شنو هذا صافي. رجعنا انا وراجلي للدار اتفقنا انا وياه نخرجوا كاع حنايا هنايا للمغرب، وفعلا بعنا تاني داك الشيء اللي شرينا وجمعنا الفلوس وقطعنا البي. ملي قطعنا البي ما كان عندنا حتى حاجه من غير فلوس البي وفلوس الكار باش نمشيو للمطار. مشينا المطار مشينا سافرنا هودنا في تركيا. منين هودنا في تركيا بقينا فيها ما عندنا حتى حاجه. فاش مشينا لتركيا هبطنا وفلو فاشلة هبطنا بنمرة حيت فاشلة كتهبط صعيب برا الغربة أول مرة كتجي قاصحة بزاف ما كتعرفين تمشي ما والو. صافي توكلت على أنا ومرتي هبطنا في صبيحة في المطار، من تما تعرفنا على واحد جزائري ورا لينا شد ديال التاكسي لإسطنبول. من إسطنبول هبطنا واحد البلاصة سميتها قصاراي حيت لوطيط تما رخاص، بلاصة شعبية بزاف وفيها الناس بزاف مخلطين ناس نصابة كلشي كاين تما. تما جلسنا هبطنا في واحد لوطيل بخمسة ليرة 25 ليرة انا ويا بجوج، جلسنا واحد 3 ايام تما تعرفنا على الناس اللي كيقولوا الحريق ما الحريق حيت في اللوطيل طلبونا الفلوس طلبونا 2 مليون باش يدونا اليونان وما كنصبو. وصافي سمعت انا مرتي 2 مليون قلت هذاك الشيء اللي غنعطيو حنا ما عندناش نديرو حنا برجلينا، وداك الشيء بصح اللي كاين غير كينصبو على عباد الله.
تما انا ومرتي تعرفنا على الجزائر، قالنا راه كتقطعوا التران، حتى اللي درنا ب 50 ليره قطعنا انا ومرتي، 50 ليره 50 ليره صافي. مشينا اللي درنا شي نهار وما عرفت نهار وليله ولا ما عرفتش في الطريق، مشينا اللي درنا هبطنا واحد البلاصه تما، حيت تما اللي شافوك البوليس ما عندكش الباسبور ولا ما عندكش اللغه واش شدوك تما كيردوك يعرفوك واش بيتحرك. مشينا تما، مشينا لواحد لوطيل في الاول خلصوا على شي جزائريين لذاك لوطيل الله يعمرها دار وتحية ليهم، مش جلسنا تما صافي واتفقنا نخرجوا معاهم حيت هما في اللوم خالطين شوية الطريق صافي. كضرب واحد البلاصة من كضرب واحد البلاصة من إيه درنا لواحد البلاصة كتبقى صافي، كتبقى غير غابة كاملة، غابة وظلام ما كتشوف والو، كتبقى تمشى في ديك الغابة تلف كلشي. بقينا غاديين، دخلنا قطعنا واحد القنطرة، من القنطرة دخلنا ديك الغابة وهما غنيين يخرجونا أكراد، قالوا اعطيونا الفلوس 50 100 أورو لواحد، قال لي داك الجزائريين اعطيكم 50 وهادو راه ما عندهم ما بغاوش، قالوا حنا نعطيكم 100 ونخلصوا وهادو نعطي، لا قال لهم هادو الجوج خصهم يخلصوا 100 تا هما صافي. هما جبدوا السلاح، انا شت السلاح قلت لمرتي رجعي اللور هربات، تبعتها انا تبعو عندك الجزائر هذاك، وقف واحد شويه هو يدخل الغابه هو يهرب لهم تا هو صافي. وتجمعنا في واحد الفيلاج تما صغير فيه واحد البار جلسنا تما صافي. واحد شويه حنا نكحزوه بنا واحد القنطره تما في التحت ديال الواد، بقينا جالسين تما وهو يقف عندنا واحد كردي تركي، قال لي نحرككم انا ما عندي، ما تخافوا مني ما ندير لكم والو، ها الموسى ولا حو، قال لي احنا ما عندي ما ندير لكم والو، انا عندي بنتي كارير بيتك تعاونوا معي ونتعاون معكم، عندي الطومبيل غنوصلكم صافي. اتفقوا 50 اورو لواحد، حنا ما عطينا ما عطوش 10 اورو لواحد ولا 50، حنا ما عطينا، هما وقفوا معنا جزائريين صافي. دانت حدا الشبيك، وصلنا حدا الشبيك تما، بقينا مغبين في ما بين الربيع تما كيفلحوا، وكنبقاو نشوفوا الناس اللي خدامين في الفيرما كنبقاو نشوفوا فيهم وهما كيخدموا، وحنا ناعسين على كلشنا تاسلوا مع الستة ديال العشية عاد كيروحوا صافي. ما بيناش نخرجوا مع الستة حيت باقي العسكر صافي. هار تصونج داك العسكر مع 7 الصباح، وحنا نطلعوا مع الشبيك، شبيك عالي بزاف وصعيب طلع منه، كنطلع مرتو كتزلق، كنطلع وكتزلق، وحيت 8 كيجي العسكر الا لقاك تما يقدر يتيري فيك حيت عندهم حق يديروا لك اي حاجة صافي. حاولت طلعتها وطلعوا الجزائريين عاونوني، تعاون مع مرتي مع وحلات وكيعاونوا وشدوا لها في الحوايج، هبطت مع الدم كيخرج منها الدم في الليل، ونقزات كان واحد النقزة كبيرة بزاف، نقزات تما صافي. قطعنا عاوتاني واحد الفيرما صغيرة وهبطنا لواحد الماء، قطعناه برجل واحد الواد صغير قطعناه برجل، وحنا تاني ندخلوا لواحد الغابة أخرى فيها الفيلاجات، وكنبقى نتهربوا من دوك اللي خدامين في الفيرما باش ما يبركوا بينا، يعيطونا البوليس صافي. خرجنا لواحد الشارع وقفنا غير حطينا رجلنا، الله حطينا وما يقفوني علينا البوليس. مي يقفوا علينا البوليس صافي، كلشي هرب. انا دخلت مع واحد القهوه، ما كناش عارفين اول مره باللي ما خصناش ندوزو قدام الناس وهذا، داونا في واحد الكاميو وقال لنا واحد الجزائري راه الا شافوا عندكم الباسبور غيرجعوكم للبلاد. زيد انا كنقطع في الباسبور وكنخشي مع واحد البلاصه في الكاميو صغيره، والمهدي حتى هو وشي دراري اخرين لحنا الباسبورات، وداونا عندهم الكوميساريه، قلبونا كاملين ودخلونا للحبس، ودخلوني مع المهدي وجمعونا كاملين لمده 3 ايام ما كيعطيونا والو، وجمعونا تجمعونا ولينا كتار، ورجعونا على واحد البحيره بالزودياكا صافي. ومنين وصلنا قطعونا التيره في السماء باش يخرجوا لينا العسكر ديال تركيا، بان راه حنا صيفطناهم لكم زعما باش يعرفوا، وشدونا العسكر ديال تركيا داونا الكازينو ديالهم، بقينا فيه 3 ايام، من 3 ايام المره الاولى، ومن بعد عاد داونا الكام، الكام جلسنا فيه شي 20 يوم، الحبس اخر ديال هو الكام راه كيعرفوا بزاف الناس تما صافي. بقينا كنديروا ليهم تما الصداع، كنديروا الصداع، كنتفقوا، كنشوف مهدي غير الساعه في نص ساعه في النهار مورا الفطور صافي، كنتفقوا كنجيو كنا كنتلمو كيقولوا ديري انت الصداع عند العيال، حنا راه غنديروا الصداع عند الرجال باش يخرجونا. وفعلا 20 يوم خرجنا، دوك كاملين يدخلوا معنا خرجنا داونا لاسطنبول، من بعد اسطنبول تاني عاودنا حرقنا شي 3 الخطرات، وحنا كنحرقوا نفس السيناريو، نفس السيناريو تاعينا صافي. استسلمنا انا وياهم، خليناهم، جينا حنا عاوتاني لاسطنبول، مشينا بينا نرجعوا في حالنا، مشينا للقنصليه شي شهرين وحنا كنجلسوا قدام القنصليه، ما بغاوش مو القنصليه ما بغاش يرجعنا، قال لينا ديما كيوعدنا نهار 2 نهار 3 صافي راه يخرج لكم لي سي باس، راه غتمشيو ديما، وكنباتوا في احدى القنصليه والشتاء والبرد وما عندنا حتى حاجه. واحد السيد اللي خدام في القنصليه هو اللي كيعاون تعاون معنا، كيعطينا 30 ليره 10 ليره كنجيبوا بها الفطور والغداء انا
كانوا المهدي ومعذبين تمايا لمده شهرين. حتى صافي واحد الخطره دابس تما انا مع القنصل قلت لي راه بينا نرجعوا، قال لنا لا ما غاديش ترجعوا. وعيط لينا البوليس وكانت تما الجوق المغاربه كيجيو القنصليه. وواحد السيده الله يجازيها بالخير عيطت على صوفيا طالوني، هي اللي جات. ملي جات صوفيا طالوني قالت لهم هاد الناس هادو انا اللي غنرجعهم للبلاد، انا اللي غنتكلف بهم، وكلشي كان الحال نهار الجمعه بالعشيه. صافي تفرقات ديك الجوقه، مشاو دوك البوليس داتنا لعندها قالت لنا دو شو ارتاحوا، تهلات فينا وكلاتنا وكلشي الحمد لله الله يجازيها بالخير. ونهار السبت صونات عليه قالت لي خصو غدا الوراق ديالهم خصهم يكونوا واجدين، مع العلم القنصليه كتكون ساده ولكن هي كلشي بالتليفون وكلشي هذا. صافي وفعلا نهار الحد مع ال11 داتنا بالطوموبيل، وجا واحد الموظف من القنصليه قد معنا الوراق وكلشي، عطانا لي سي باس ديالنا ورجعتنا. قالت لينا واش بغيتوا ترجعوا المغرب ولا نطبر لكم على خدمه هنا وتعيشوا هنا. من بعد داكشي كامل اللي داز عليا العذاب وشحال من حاجه دازت علينا ما بقيتش صبرت انا نستحمل نجلس تما، قلت انا هما بلادي ولا تما. صافي وقطعت لينا البيي وداتنا حتى المطار وتكلفات لينا بكل شيء ورجعنا المغرب. وعاود عاوتاني المعاناه من جديد، هودنا المطار ما كانت عندنا حتى حاجه. صافي منين جينا سميتو المطار بدينا عاوتاني من طنجة، تلاقينا مع واحد السيدة داتنا عندها الدار، تعرفنا عليها حتى هي كانت في تركيا تجلات ليها بنتها، داتنا عندها الدار مدة شهر في السوق الأربع. من السوق الأربع تاني مشينا خرجنا من عندها طلعنا لطنجة، خدمنا في واحد القهوة، جمعنا شوية وهودنا الأكادير، والحمد لله شوية بشوية جينا الأكادير كرينا وبدينا من الحصيرة، مرة خدام مرة ما خدامش كنسلكو الحمد لله. ودابا الحمد لله عندي بنية، و منين عندي بنيه كنسلكو الحمد لله ماشي بحال الاول، دابا كاريه ومن بعد جات عندي قناه تشوف تي في، راه ديجا درنا معاهم الفيديو ما بطاش الحال راه كيما شفتوه وتبدلات. وكنشكرهم بزاف بزاف، كنشكر شوف تي في والمتتابعين ديالهم. تبدلات المهم استفدنا واحد الحاجه، اننا ما نبقاوش نفكروا اننا نمشيو لاوروبا ولا نحرقوا، هذه اول حاجه استفدتها. وتجربه عندنا واحد التجربه ما نقدرش سميتو يعني. صافي انا راسي خويته من ديك الجهه من ديك البلاصه نهائيا، اللهم نعيش هنايا ولا نمشي لتما. وبزاف تركيا والاخص تركيا حيت هما عنصريين. صافي دابا الحمد لله كاريا بزاف ما كيحملوش مغاربه، ما كيحملوش هما المغاربه تما حيت سميتهم تما المغاربه وكيشفروا تما كيديروا شحال من حاجه تما. بزاف المغاربه راه شادين تما ديما مدابزين وما كيحملوش هما المغرب، بالاخص المغرب بزاف ما كيحملوهاش، وبالاخص ما عندكش فلوس تما ما غاديش دير بلاصتك. بالنسبه لهم اللي ما عنده تما مشيتي بالقرايه مشيتي بشحال من حاجه وما تمشي هكاك صعيب. تركيا قاصحة بزاف وعنصرين هما، ما يعطيوش ما يعتقوش ما والما كيتباع كلشي وما كيتباع عندهم، كاين شي حاجه بحالنا حنا لما هو والما كيتباع تما غادي تشربوا ولا ما شريتي. وهاد القصه اللي دوزناها هي تجربه خايبه وزوينه وخايبه، هي زوينه بزاف وخايبه بزاف. زوينه حيت دوزنا واحد تجربه زوينه، واحد المغامره بزاف، داكشي كنا كنشوفو في التلفازة في الأفلام دوزنا أنا ومرتي. وفي نفس الوقت خايبة حيت كنا في الموت والحياة في دوك والتكرفيس وما عندك لا باسبور، بزاف فاش حنا الباسبور ما كتكونش معترفة بيك ديك الساعة، أي حاجة طرالك ما يطيح ما يسيق لك الخبر من القنصلية ومن الكورونا حيت ما عندناش الباسبورات. صافي كانت صعيبة بزاف حيت إلا ما عندكش الباسبور تما صعيبة، لا لوطيل ما تا لوطيل ما تقدرش تدخل ليتبات حيت هما القانون بيترك بالكار خصك الباسبور، بيت بات فلوطي خصك الباسبور، اي حاجه الباسبور. كتكون الحمله بالليل ديال البوليس في تركيا الا ما لقاوش الباسبور كيدوك واحد الحبس سميتو يا بانجي في زمير صعيب بزاف، كاين واحد الغابه ويغبروك تما ماش 30 40 يوم 9 شهور 6 شهور داكشي على حسب امتى يتلقوا بنان وداكشي. وهذا مكان ويا قصه كما قلت لك زوينه وخايبه. ملي كنا حنا في تركيا راه كاين بزاف ديال المغاربه، ملي كنا حنا في القنصليه كيجيبوهم من الحبس ديال ازمير كيجيبو 20 دري مغربي، كاين اللي مشدود تما عام
كاين اللي مشدود 2 عامين، كاين اللي مشدود 6 شهور، كل واحد الناس مكرفسين تما. الناس واحد مات ليه با وامو تما ما واحد شافوهمش، محلولي كتشوفو واحد محلول عليك. مغرب بزاف مغاربه مكرفسين تما، وتما الا ما عندكش الفلوس راه والو، ما عندكش الفلوس راه كيدوزو كيدفلو وكيمشي عليك، للقنصل ما ما كيعتقوهمش. كيعتقوهمش في لا القنصليه ما نهائيا. واخا كيمشي عنده كيقول لي بنرجع للبلاد، حيت شدوهم كيجيو القنصل وممنوع تدخل القنصليه، كيوقفوك حدا الباب وما كيتسوقولكش وما كيدويش معاك، ما يعطوكش الوقت وما يخلوكش تدخل، كتبغي تدخل كيحبسوك ممنوع. انتم تواصلتوا مع صوفيا قانونيا فاش كنا حنا شي شهر شهرين وحنا حدا القنصلية ديما كنعسو تما حدا الباب وكيجريو علينا، حيت تما القنصلية حدا البوليسي تركي وكيقولوا لي داك المغاربة اللي خدامين ويجريو عليهم، ما كيخلوكش تبات حدا القنصلية، كيجري علينا ديما 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 وديما حنا تما والو. تا واحد نهار دابزت مرتي مع دخلت عند المدير، ممنوع تدخل ويا تدخل ويا دابز تما، وعيط للبوليس قال لهم هادو خصهم يديهم الحبس. مغربي قال التركي دوا معاه قال لي يديهم صافي. واحد السيده تما بعد قالت الوراق، قالت لهم لا ولاد بلادي معليش نخليهم، وضغط فيهم كاملين المضافه قالت لهم علاش ديروا لهم هكا. وانا عيطت لواحد السيده هي لا توقف معاهم وهي تجي سوفيتالونيا، فجات سبحان الله كلشي تجمع، جات وضغط فيهم وقالت لي يلا ما دياش في هادو، ضغط فيهم وقالت واحد الكلام ويدينا صافي. داتنا للدار عندها 3 ايام، قالت داتنا الوراق نهار الحد، وحنا الوقت ما كيعطيوها حتى نهار الثانية نهار الحد، حلات القنصلية صايبات لينا المساء بزاف بزاف. عندك كلمتها كاينة، هادشي شتا انا كلمتها كاينة، حيت نهار الحد حنا فاش مشي مرتي كتبكي على القنصل قالت لي عافاك ردنا راه دزنا في واحد القناة الكترونية، قال لها لا انتوما نصابة اصلا انتوما خصكم ما ترجعوش، قال لها هكا. واحد سميتو خرج عندنا واحد الخطره كيهضر باللونجلي وكيهضر بالفرنسي وكيهضر بالتركيا، قلت ليه اهو هضر معانا بالمغربي، ما بغاش وبقى كيتعوج علينا وهو ني كيدخل. صافي منين جات صوفيا تقدا لينا الغرض الحمد لله، وداتنا تكلفات بينا وبكلشي. نهار فاش وقفات نهار فاش نهار الحد ما كانوش كيتسوقوا نهائيا، كاع الحراقه كاع الناس ما عندهمش باسبور ما كيتسوقوش ليهم نهائيا. بيدي غرضك جيب فلوس اقطع لي بيي ديالك دير كلشي صيفط لينا الورق وكلشي باش تمشي للقنصلية تقضي لك غرض، وانت ما عندك والو ما غاديش يتقضى نهائيا. دابا الحمد لله ودابا الحمد لله دابا الحمد لله كلشي بخير. جات عندنا شوف تي في عاود قلنا لهم وكنشكرهم بزاف وكنشكر المتابعين ديال شوف تي في، ودابا الحمد لله دابا كاري الحمد لله وبخير، وقالت لي تنمرتي القناة انا وياها قناة وخدامين عليها. واش نقول كلشي الحمد لله، حمد ربي وشكرتو الحمد لله، هادشي اللي نقول. ما منين جات عندنا قناة شوف تي في من تحت الفيديو، صراحة كنشكر بزاف المتتابعين قناة شوف تي في وشوف تي في حتى هي. منين تلاح الفيديو كيتصلوا بيا بزاف الناس اللي عاونوني ماديا ومعنويا، منهم واحد السيدة اللي شافتني من اوروبا قالت لي انا شفت الصالون ديالك في القناة ديالك بغيتك تحيديه تبدليه، انا بغيت بقيت تباني ليا في الفيديوهات عندك صالون جديد. وفعلا تكلفات ليا بكلشي، درت ليا صالون جديد وكنشكر بزاف الناس اللي دخلوا دعموني في قناتي، واخا هما قلال ولكن بالنسبه ليا كتار، والفرحه ديالتي كبيره بفضل هاد المتتابعين قناه شوف تي في وشوف تي في. تبدلات ليا حياتي، كيتصلوا بيا بزاف الناس كيقولوا راه حنا غادي ندعموك غادي نتعاونوا معاك وغادي نوصلوك ان شاء الله، وهذا بفضل الله وبفضل المتتابعين قناه شوف تي في. المحتوى ديالنا كنشاركوا معاهم يعني الحياه ديالنا اليوميه، كنشاركوا معاهم كل شيء. والقناه ديالنا دايرين كنديروا هادشي ديال ديال الضحك، وكنشاركوا معاهم كل شيء. و كريمه ومهدي اوفيسيل القناه ديالنا، حيت سولونا وكاين اللي ما عارفهاش كريمه ومهدي اوفيسيل. شي حاجه محترمه ماشي بحال الراقصه هيام ولا يعني القناه ديالنا محترمه. منين انا كون خرجت انا باش ندير رقص بحال الراقصه هيام وشحال من وحده كون كلشي كيتابعنا ودخل عندي
كون كلشي غيبغيني، ولكن ملي خرجنا حنا غير الكوب على قد الحال، ويعني مقاتلين مع الزمان، مقاتلين باش اننا هذا ما يبغينا حتى واحد. وفعلا الفيديو شحال من واحد شافو، شحال من هذا، يعني دخلوا عندنا غير الناس قلال، ولكن بالنسبه لي هذوك الناس كثار، كنعتبرهم كثار الحمد لله. واللهم لك الحمد وشكرا بزاف 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 لشوف تي في والمتتابعين ديالهم. هادو اللي كيديروا الروتين اليومي يعني كيبغيو غير يجبدوا المشاهدين، وكيبغيو زعما يدخلوا عندهم الناس، حيت حنا معروفين الا كان شي شوها كان شي روتين كلشي كيتكب عليهم. الا كان شي واحد محترم شي حاجه محترمه شي كوب محترم، حتى واحد ما كيبغيهم، قليل اللي كيبغيهم. والله يهدي ما خلق. وكنشكر بزاف الناس اللي بغى يدخل يدعمنا، يدخل عندنا قناه ديال تيدات فيها كريمه مهدي اوفيسيال بالفرنسي، ودايرين فيها الفيديوهات ديالنا. وكنشكركم بزاف، والحمد لله والحمد لله على كل شيء، هادشي داز، وربي راه ربي ما كيخيبش، بنادم يدخل الحلال والحمد لله، بنادم غير يدخل الحلال ويكون غادي فيه بالنيه ديالو صافي، راه كلشي ربي راه ما كيخيبوش، والحمد لله. هادشي اللي كنقولو هادشي يدوز، انا ومرتي راه الحمد لله، وهادشي كيبقى تعاود انا ويا، وقت ما كنفكرو كنبقى نضحكو صافي. هادشي قصه داز زوينه والحمد لله، ما طرا ليها والو، ما طرا ليها والو، جينا المغرب دابا الحمد لله، وقادين القناه تاعنا، وكنتمنى القناه ديالنا تطلع ونترزقوا فيها انا ومرتي والبنيه اللي عندي. وواحد الحاجه اخرى، كما كتعرفوا يعني هاد الازمه كاينه على كل شيء، وراجلي ما خدامش، وشحال من حاجه يعني شحال من واحد ما خدامش، والازمه راه كاينه على كل شيء. ففكرنا نديروا مشروع ديالنا، بالنسبه ليا غيكون مشروع كبير، ولكن ما عرفت نتوما شنو غادي يجيكم. فكرنا باش اننا نديروا بيع وشراء، يعني نبيع البيجامات ديال العيالات، فغادي نبدا غير ب 20 بياسه 30 بياسه على قد الحال على قد جيبي. وكنتمنى هذا المشروع يتمشى ليا، ونبدا نصيفطو هو للسوق، فين ما كان شي سوق كاينه فيه الفراشه، واخا كيجريو عليهم، فيمشي يتقاتل يدي 20 بياسه ولا 30 بياسه يبدا يبيع فيها. وحنا بدينا بالحلال وغنكملوا بالحلال، وديما الحلال وديما مقاتلين مع الزمان، طيف الرجاء سيدي ربي.